اسمعوا وشوفوا أحفاد القردة والخنازير شو بيعملوا في شعبنا وفي إخواننا وفي خواتنا في غزة. النساء دخلوا مهان ورجال بالمنطقة هذيك كله قال له اركع على رجليه ودخلوا عند النسوان طبعا جردوهم الملابس صار يحققوا معهم. تحرش في نسائنا وفي عرضنا وفي شرفنا وإذلال لشبابنا وبعد ذلك بيحكوا عنا إنه إحنا إرهابيين. خلصوا من النساء طلعوا بدوا الإعدام. قرابة 15 شخص هنا في شخص جنبي أجد وقف يعني بده يطلع صار اطلاق نار بشكل مش طبيعي عليه طبعا أنا كان غير التعذيب اللي عذبونا إياه من كتر التعذيب كان مغمى علي فالشخص هذا وقع علي وفكروا بعد ما خبطوا أنه تأكد أنه مات ومش مات كلهم تأكد أنه أنا ميت خلص بعدين خلص تأكد أنه إحنا ميتين نزل ضل جندي بحقق مع النساء جوا خلص تحقيق مع النساء قال لهم اقعدوا بالصالون لهنا برا قال لهم اقعدوا طلع اخوتي وامي والنساء اللي معهم من العيله الثانيه اول ما نزل رموا عليهم قذائف كلهم اتصابوا واختي طفل عمره 3 سنين لسه الشباب اخذونا فتشونا احنا النساء طبعا من هذا الوقت كانوا يعدموا الرجال برا واحنا كنا شايفين وسمعين عدم الرجال في هذا الوقت قعدنا شوي بعد يمكن تقريبا 3 دقائق بدأوا يرموا القذائف بترموا على نساء قذائف يا عديم الرحمة والإنسانية أساسا أنتوا شو إنجازاتكم غير تصفية الأطفال والنساء منذ بداية الحرب إلى اليوم وهذا الشيء اللي مخليهم ينجنوا ويخليهم يطلعوا عن طورهم وعن تصرفاتهم حتى يتصرفوا تصرفات وحشية زي اللي احنا بنشوفها حاليا إنه ما في إنجاز واحد حقيقي يشهد لدولة الكيان بأنهم يقدروا يحققوا إشي يقولوا قدام الناس استفدنا من دخولنا البري الوضع والله صعب عاد بقول يا ريت ما عنديش هذا الطفلة هذا انظلمت الطفلة مش لقي لها أكل دورت سريلك ما لقيتش خضار ما فيش مية والله مية ما فيه تعال شوف يا المية مش نظيفة هؤلاء القتلة جعلوا أم تتمنى إنها ما تولد بنتها ولا إنها تشوفها قدامها قاعدة بتتعذب بهذه الطريقة لهذه الدرجة أهلنا بغزة بيعانوا حتى النازحين اللي تركوا بيوتهم هربا من القصف الهمجي وسكنوا في خيمة الخيمة ما قدرت تحميهم من المطر ومن البرد هاجمتهم مياه الأمطار حتى دخلت عليهم وهم نايمين بناتنا وأولادنا صغار نايمين والماء بتسبح من تحتهم الواحد فينا لو في صوت في بيته وهو نايم بيقوم منزعج من الصوت يا عفو الله الله يعينكم يا عم مكان يعني دخلت على خيمة النازحين أهل غزة بتدخل عليهم المية على فراشهم الباردة مية باردة حتى تقلق نومه وتقلق راحتهم مش بيكفي انه في قصف همجي عليهم مخليهم ينزعجوا ومش عارفين يناموا الليل ولا حتى جهازهم العصبي يقدر يكون هادي 24 ساعة توتر واثناء نومه تدخل عليهم مية باردة حتى تزيد لما الواحد فينا ابنه او بنته بتمرض او بيكون نفسها بشي مستعد يدفع كل فلوس العالم حتى يشفي ابنه من هذا المرض او يعالجه او انه يحقق له الاشي اللي بيتمناه بدي اياكم تسمعوا هذه البنت ليش بتبكي بدي اياكم تسمعوا وتشوفوا هذه البنت كيف اسنانها بتطقطق في بعضها شو السبب ايش مالك يا عمو انت جعانة انت وين عايشة بخيمة طب ليش بتضحك عشان جعانة طب انت سكنوني يا عمو احكي لنا انت في مصر شمالية انت من شمال غزة شمال قطاع غزة وين انت موجودة هذه الحياة مش مناصر عمركم شفتوا شخص بيبكي لأنه بردان هذا الإشي بيدل على إنه البرد اللي هي فيه واللي هي حاسة فيه فوق طاقتها أطفال غزة ما بيبكوا عشان هم بردانين وبس لا شوفوا هذا الطفل اللي قاعد على رصيف ليش بيبكي أنا آسف والله العظيم أنا آسف بس زي ما أنت حكيت أبوك وأخوك استشهدوا يعني هم عند المنتقم الجبار عند اللي ما بيضيع عنده حق مش بس أطفال غزة اللي بتبكي لا حتى رجال غزة بتبكي نستطيع أن نحتمل لقد أنهكنا
إلا لهنا ضحايا شهداء مع فرق التوقيت فقط. نحن نمضي واحدا تلو الآخر، ولا أحد ينظر إلينا ولا إلى حجم الكارثة والجريمة التي نعيشها في غزة. لا حماية دولية على الإطلاق، ولا حصانة لأي شيء. لا تحمينا هذه الدروع ولا تحمينا هذه القبعات، إنها مجرد شعارات نرتديها فقط. هي لا تحمي أي صحفي على الإطلاق. لا تحمينا هذه الدروع ولا هذه ما نرتديها فقط، هي شعارات فقط. نحن هنا ضحايا على الهواء مباشرة. نفقد الأرواح واحدا تلو الآخر بلا أي ثمن. نمضي شهداء فقط مع فرق التوقيت. نحن ننتظر الدور واحدا تلو الآخر. زميلنا محمد أبو حطب كان هنا منذ نصف ساعة فقط، وغادرنا الآن هو وزوجته وابنه وأخيه وكثير من عائلته. هم ضحايا هنا في داخل المستشفى. اللهم إنا مغلوبون فانصرنا، اللهم إنا مغلوبون إلنا الله، إحنا رحمة الله إلنا. إن غزة الأبية والقدس أم العواصم العربية، إحنا صمدي وضينين. إن غزة الأبية والقدس أم العواصم العربية، إحنا صمدي وأنا مين يكف الطريق. إحدى الروايات بتتكلم عن بنت في عصر المعتصم كان في شخص حاول يتحرش فيها في السوق، وروايات أخرى بتحكي إنه لا، مجموعة من الناس حاولوا أن يجروها ويأخذوها على السجن. فوصلنا المعتصم أنه هذه البنت حكت ومعتصمة، فأرسل المعتصم رسالة إلى ملك الروم وقال: من أمير المؤمنين إلى كلب الروم، أخرج المرأة من السجن، وإلا أتيتك بجيش أوله عندك وآخره عندي. أمير الروم ما استجاب للمعتصم بالله، فالمعتصم بالله أمر بطرق طبول الحرب، ومباشرة راحوا حتى يحاصروا العمورية، ولما استعصى عليه أنه يدخلها أمر بنصب المناجيق وبدأ يقصفها بالنيران حتى استسلموا الروم. وفعلا قدر المعتصم أنه يدخل عمورية وبحث عن المرأة اللي حكت ومعتصمة، ولما شافها حكالها: أأجابك المعتصم؟ فحكت: نعم أجابني. فلما شافت الشخص اللي حاول أنه يتحرش فيها حكت له: هذا المعتصم أتى لكي يخزيك. فحكان المعتصم: قولي قولك، يعني احكي شو نعمل فيه. فحكت: أعز الله أمير المؤمنين. فقالت: بحسبي من المجد أنك تفأر لي، وحسبي من الفخر أنك انتصرت، فهل يأذن أمير المؤمنين لي أن أعفو عنه وأعطيه مالي؟ فاستعجب المعتصم منها: الشخص اللي حاول يتحرش فيك بدك تعفي عنه وتعطيه مالك؟ فحكالها: إنك لجديرة بأني حاربت الروم من أجلك، ولتعلم الروم أننا نعفو حينما نستطيع. هذا فعل المعتصم حينما استنصرت فيه امرأة واحدة فقط من أجلها اتحركت جيوش. على الرغم من كل اللي بمر فيه شعب غزة من همجية ووحشية وقصف غير إنساني، إلا إنهم يبقوا الشعب الصامد الذي حير العالم كله بصموده. حكيتها أكثر من مرة، أنا ما بزعل على الشهداء اللي بموتوا رغم إنه أرواحهم غالية وطاهرة وعزيزة علينا، ولكنهم في النهاية عند رب كريم وفي جنات عدن بإذن الله. لكن زعل الحقيقي بكون على الناس اللي بيتركوهم، على الناس اللي فقدوا أحبائهم وبيتعذبوا من جواهم وكأنهم فقدوا قطعة من قلبهم. شوفوا هذا الرجل اللي فقد أولاده وأغلب عيلته في الحرب شو بيحكي. انت أمها حسنة هل قد قبل ما تستشهد بساعة، قسما بالله العظيم كنت لاعبها يا حبيبتي يا بابا، ومبسوطين أنا وياها، بدهش تسيبني. وشعبان ابني طلب مني حاجات، روح اجيبه من الاخر، اديني حاجات. الله يرحمك، حسبي الله ونعم الوكيل. صدقت يا اخوي، حسبنا الله ونعم الوكيل. شوفوا يا جماعه الان كيف بيخاطب ربنا سبحانه وتعالى، شوفوا الاسلوب والطريقه اللي بيتكلم فيها والادب اللي بيتكلم فيها مع ربنا سبحانه وتعالى. انا بسال الله سبحانه وتعالى بس من عندك يا رب، من عندك يا الله، يا رب يا حبيبي في ودائعك، في ودائعك وحفظك يا حبيبي يا رب، دير بالك عليهم يا رب، خليهم يشفعون يا الله. وامي حبيبي يا رب امانه يطلعوها اليوم، خليها تنفل مع باقي الحبايب يا رب. بالله عليكم في كلام بينحكى بعد هذا الكلام؟ شفتوا كيفية الصبر والرضاء بالقضاء والقدر؟ هذه الناس ما وصلت لهذه المرحلة بتربية زي تربية اليوم سبيستون وكراميش وبابا جبلي بلون، لا،
هذول الناس. شوفوا أطفالهم كيف بيقيموا الصلاة، أطفالهم بيقيموا الصلاة بينما صوت القصف شغال. ركزوا لي على صوت القصف. اللهم أمين. الله يستجيب دعواتكم يا رب. تخيلوا يا جماعة أنه أطفال غزة بيقرأوا القرآن الكريم بأصواتهم الجميلة على حطام بيوتهم. اسمعوا معي مزامير آل داود. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. سلمت أصواتكم وسلمت ألسنتكم وسلمتم يا فخر الأمة. تفتكروا هذول الأولاد تربوا هيك لحالهم ولا في أساس أب وأم صالحين ربوهم بطريقة صحيحة؟ هذول الأطفال إنهم أباء علموهم المعنى الحقيقي للصبر وعلموهم المعنى الحقيقي لهذه الحياة وأنها لا تساوي أي شيء. الآن رح أوريكم شخص 43 سنة يا جماعة، 43 سنة بيشتغل وبيتعب حتى يبني بيت أحلامه، وفي لحظة ولأنه كلب قرر أن يضغط الزر نسف أحلامه. آخ يا وجع قلبي، 43 سنة بنشتغل ليل ونهار ليل ونهار، من الصبح للساعة 2 الصبح ثاني يوم، وكل تعبنا وشقانا قال بس ارجعنا سفر. إن لله وإنا إليه راجعون. نحمد الله على انه خلانا طيبين وسالمين، ان شاء الله تعود الايام ونعمر نعمر ان شاء الله، والله يقدرنا نقوم بهاليتامى والارامل، والله يقدرنا يا رب. شوف العقلية كيف قد يكون عمره بيتعدى 60 وما زال بيحكي لك راح نرجع وراح نرجع نعمر بيوتنا. أنا بدي أسألك أنت كيف ممكن تهزم هيك شعب يا سيد نتن ياهو؟ مستحيل هذا الشعب تقدر تهزمه، وأنت محتاج معجزة، معجزة حقيقية حتى تهزم إرادة هذا الشعب. أنت محتاج معجزة بكل ما بالكلمة من معنى حتى تخلي هذا الشعب ينحني ويطقطق رأسه إليك أو حتى أنه يستسلم لا سمح الله. في أمان الله. إن كل متفرج على عذابات شعبنا سيلحقه العار ويوصم بالخزي، ولن يكون في ملك الله إلا ما أراد الله.